بسم الله الرحمن الرحيم. يقول محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل طلال درويش إمام وخطيب مسجد الصابرين بالحديدة، وستكون المحاضرة في مسجد الضياء حي المحافظة. طيب، إيش عرفنا في الدرس الماضي؟ الحديث الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لذاته من يعرفه؟ تفضل. وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا عيب. أحسن. الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. طيب، قلنا ما معنى اتصال السند؟ ما معنى لما نقول اتصل إسناده؟ ما معنى اتصال السند؟ أن يكون كل واحد سمع من الآخر. لكن لما نقول بس سمع، يعني كأننا قلنا إيش؟ نحصرها بطريقة واحدة من طرق التحمل، وهي ماذا؟ السمع. فلذا نقول إيش؟ أن يكون كل راوي تحمل عمن فوقه بإحدى طرق التحمل المعلومة. طيب، ما تعريف العدل؟ العدل، تفضل. أحسن. من قارب وسدد وغلب خيره شره، فإن هذا يسمى ماذا؟ عدلا. قال له عدل. وهذا التعريف يعتبر من أحسن التعريفات، وإن كان هناك تعريفات أخرى تقدم. طيب، الضبط قلنا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ضبط صدرين وضبط صفر. أي بعضهم كذا يقارب من أجل استجع كذا، يقولون ضبط صدرين وضبط صفر، والمشايخ مثلا ضبط صدرين وضبط كتاب. نقول فلان عنده ضبط صدر، إيش معنى أن عنده ضبط صدر؟ أن يكون حافظا لما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى ما طلب منه. طيب، وضبط الكتاب؟ أي سمع أن يصون كتابه من حين كتب وصحها إلى أن يؤدي ماذا؟ ما فيه. الشذوذ قلنا إيش تعريف الشذوذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب، ما شاء الله. العلة، تعريف العلة؟ سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. طيب، الحسن، الحسن لذاته قلنا هو نفس التعريف، إلا أن نقول إيش؟ خف الضبط، أن ضبطه ماذا؟ خف. طيب، عرفنا بعد هذا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره جمعهما هنا الصحابي ومن قبل ابن الجماعة، فماذا عرفه وماذا قال في تعريف الصحيح لذاته ولغيره في نفس الوقت؟ ماذا قال في التعريف؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إذا اقتضت، ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط، أو ما هو دونه، أو القاصر، أو القاصر إذا اعتضد، ولا يكون شاذا ولا معلنا. طيب، إن شاء الله الكلام واضح الآن فيما مضى. تفضل. قال والإسناد، قال رحمه الله تعالى: والإسناد أو السند هو الطريق الموصل للمتن، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها. يقول السخاوي رحمه الله: والإسناد أو السند هو الطريق الموصل للمتن. الإسناد في اللغة مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. السند في اللغة مأخوذ من السند. إيش السند هذا؟ هو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. لأن المسند ماذا يفعل؟ لما نقول فلان أسند الحديث، إيش معنى؟ يرفعه إلى قائله. تقول لأن المسند يرفعه إلى قائله. أو من قولهم فلان سند يعني معتمد. فلان سند يعني ماذا؟ معتمد. لأن الحفاظ يعتمدون في صحة الحديث أو ضعفه، على ماذا يعتمدون؟ على الإسناد. فإذا الآن السند هذا من أين أخذنا؟ إما أن يكون مأخوذا من ماذا؟ من ارتفع وعلى من سفح الجبل، أو يكون من قولنا فلان سند يعني معتمد،
عرفه فقال هو الطريق الموصل للمتن. هذا تعريف طيب، هذا تعريف طيب، الطريق الموصل للمتن. لماذا؟ لماذا قلنا يا أخوان هذا تعريف طيب؟ لأن بعضهم يعرف المتن، يعرف السند، إيش يقول؟ سلسلة الرجال. ها؟ بعضهم يعرف الإسناد أو السند يقول هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذا تعريف في قصور. لماذا في قصور؟ لأن بقية طرق تحمل السياق. السند قلنا يتكون من شيئين، صياغ وماذا؟ ورجال، أليس كذلك؟ مسلم يقول قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. أنا دم النظر الآن، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، في معنى الآن تحديث وفي معنى ماذا؟ رواة. فلما نقول سلسلة الرجال الموصل المتن نكون أخبرنا إيش؟ الصياغة التحمل، بخلاف ما لو قلنا الطريق الموصل إلى المتن. الطريق الموصل إلى المتن يشمل ماذا؟ الرجال والصياغة وطرق التحمل. فمن هنا نقول هذا التعريف إيه؟ هذا التعريف أشمل. نعم. قال نعم. والمتن؟ قال والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها. أي نعم، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها. بعضهم يعرف المتن تعريف يعني أسهل من هذا وأحسن، فيقول ما انتهى إليه السند من كلام، ما انتهى إليه السند من الكلام. أي السند في النهاية ينتهي إلى إيش؟ إلى كلام. هذا الكلام إيش نسميه؟ المتن، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين، كله نسميه ماذا؟ متن، لأنه في النهاية أوصلنا إليه ماذا؟ الإسناد. فهو كما سمعت الغاية التي انتهى إليها، أو نقول إيش؟ ما انتهى إليه السند من الكلام. والمتن مأخوذ من المماتنة، وهو المباعدة. المباعدة. نعم. قال ومنه، إذن الآن عرفنا السند وعرفنا ماذا؟ المتن. السند هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. نعم. قال ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتب، مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول ومنه أي من الصحيح لذاته، كلام الصحيح لذاته، مما هو أعلى مراتبه، أعلى مراتب الصحيح المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم. طيب الحديث المتفق عليه هذا إيش ضابطه؟ معنى متفق عليه يعني اتفق عليه البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ هذا واضح. طيب إيش معنى اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث؟ تقول معناه أخرجاه عن صحابي واحد، أخرجاه عن صحابي واحد. ولو اختلفت إيش؟ الألفاظ، ولو اختلف اللفظ شيئا يسيرا، لكن ما دام المعنى واحد، ولو اختلف اللفظ، ولو اختلف اللفظ لكن المعنى حاصل، المعنى واحد. يعني الراوي البخاري أخرج من حديث أنس، ومسلم أخرجه من حديث أنس، هذا نسمي ماذا؟ متفق عليه. وإن حصل شيء من الاختلاف في اللفظ لكن ما دام أن المعنى واحد نسمي ماذا؟ متفق عليه. واضح؟ هذا الذي عليه الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور، أن معنى حديث متفق عليه يعني اتفق على تخريجه عن صحابي واحد، وإن كان هناك اختلاف يسير في اللفظ فإن ذلك ماذا؟ لا يضر. وهذا خلافا للبغوي في شرح السنة، البغوي في شرح السنة لا يشترط ذلك، لا يشترط، فهو متفق عليه ولو اختلف الصحابي عنده. يعني جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن عمر، نفس اللفظ. الآن عند الجمهور هل نقول متفق عليه؟ لا. البخاري أخرجه من حديث أبي هريرة مثلا، ومسلم أخرجه من حديث ابن عمر ونفس اللفظ، هل نقول متفق عليه؟ لا، عند الجمهور. لكن البغوي في شرح السنة يقول متفق عليه، ولذا ما ذكر شرح السنة يقول متفق عليه، أخرجه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن ابن عمر. أخرجه محمد، من يعني محمد؟ البخاري، محمد إسماعيل، ومسلم عن أبي، مسلم عن ابن عمر، هكذا تجده يسمع. لا، اللفظ يعني اللفظ واحد، اللفظ واحد هنا، فيقول متفق عليه.
وهذا خلاف الذي عليه الجمهور وخلاف من مشى عليه من جمع بين الصحيحين من الكتب التي اعتنت بالأحاديث المتفق عليها كلهم لا يجعلون المتفق عليه إلا من حديث ماذا؟ إذا اتفق على الصحابي ونفسه. أما إذا أخرج هذا عن صحابي ولا عن صحابي فإنه يقول هذا من أفراد البخاري وهذا من أفراد من مسلم، أفراد البخاري من أفراد، لأن معنى الآن الصحيحين البخاري ومسلم في معنى أحاديث اتفقوا عليها، واضح؟ هذا كثير جدا. وفي معنى أحاديث انفرد بها البخاري وأحاديث انفرد بها مسلم، فمتى نقول متفق عليه؟ إذا اتفق، إذا أخرج الحديث عن صحابي واحد وإن كان ثمة اختلاف سلفي له. طبعا المجد بن تيمية صاحب المنتقى، المجد صاحب المنتقى يقول متفق عليه ويعني به البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح خاص به. لما تجد في كتاب المنتقى كتاب طيب يعني في الأحكام شرح شوكاني بن الأوطار، بن الأوطار شرح المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، هذا المجد إيش يقول؟ متفق عليه. إيش مقصود المتفق عليه؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به، اصطلاح خاص. وأنت طيب يعني عندما تقرأ كتابا تقرأ مقدمة إيش؟ رحمك الله، تقرأ مقدمة ماذا؟ الكتاب، مقدمة المؤلف نفسه. لماذا؟ لأنه يذكر مصطلحه في هذا الكتاب، فأنت لما تقرأ بعد هذا تعرف. عندك الآن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام طيب جدا من البداية، قالوا إذا قلت أخرجه السبعة المراد كذا، وإذا قلت أخرجه الستة المراد كذا، أخرجه الخمسة المراد كذا. فلما بعد ذلك أنت مثلا إذا ما قرأت المقدمة وتجد حديثا وتقول رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ الذي حددهم صاحب الكتاب في ماذا؟ المقدمة، في المقدمة، واضح؟ فإذا لما قال الآن ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخ البخاري ومسلم في صحيحين، هذا يعتبر إيش؟ أعلى مراتب الصحيح. متفق عليه لا بس متفق عليه، وإن قدم هذا لا 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 الصوم قدم الحج أيضا متفق عليه، ما يضر تقديم جملة على جملة، ما يضر ذلك، اختلاف يسير في بعض الألفاظ، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، يعني مثل هذا تجد أن متفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث عمر، من حديث ابن عمر نحو ذلك. طيب الآن سيأتي بعد السطر الذي بعده إن شاء الله. قبل هذا أن نقول إيش، ومنه أي من الصحيح ذاته ما هو أعلى مراتب المتفق عليه. إذن أعلى مراتب الصحيح ماذا؟ متفق عليه، متفق عليه. يليه ما أخرجه البخاري، يليه المرتبة الأولى المتفق عليه، يليه ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. صارت المراتب عندنا كم؟ سبع مراتب. الأول متفق عليه، ثانيا ما انفرد بإخراج ماذا؟ البخاري، ثم ما انفرد به ماذا؟ مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح وليس على شرط واحد منهما. واضح الكلام هذا؟ طيب أنت الآن تقرأ في مسند الحاكم تقول حديث صحيح على شرطهما، على شرط البخاري على شرط مسلم، حتى تقرأ هذا في صحيح مسند شيخنا رحمة الله عليه حديث صحيح على شرط مسلم، على شرط البخاري، على شرطهما، ما معنى قول المحدثين على شرطهما؟ ما معنى ذلك؟ هذا مختلف فيه، وأصح الأقوال أن معنى على شرطهما أي أن رجالهما رجال الصحيح، رجالهما رجال الصحيح، يعني معنى الآن إسناد في البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس
معنا الآن حديث في الصحيحين معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. معلوم معمر الآن أخرج له شيخان خلوصي. الزهري أخرج له شيخان، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج له شيخان، ابن عباس كذلك اتفق على الإخراج لهم. واضح لنا هؤلاء الآن الأربعة كل واحد منهم حديث في البخاري وحديث في ماذا؟ في مسلم. هذا البخاري ومسلم استوعب كل الأحاديث؟ الجواب لا. واضح؟ فلو أننا وجدنا حديثا من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وليس عند البخاري ولا مسلم، نحكم عليه بأنه حديث صحيح على شرطهما. إيش معنى على شرطهما؟ يعني رجال هذا الإسناد هما رجال إيش؟ البخاري ومسلم. طيب البخاري مثلا تفرد به الإخراج عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما مر علينا قريبا، هذا أخرج له قلنا البخاري لم يخرج له مسلم. أتينا إلى حديث من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وبعد ذلك ماذا بقي الإسناد؟ أخرج لهم أخرج لأصحابه البخاري ومسلم. نقول هذا على شرط من؟ البخاري فقط، لأن مسلم لم يخرج ماذا لهذا. ولهذا تجد مثلا يأتي الحاكم حين يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم فيعقب الذهبي ويعقب غيره من جاء بعدهم يقول ليس على شرطهما بل على شرط مسلم وحده، لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة. واضح الكلام هذا؟ وبالعكس يأتي حديث مثلا عند الحاكم ويقول على شرطهما فيقال له ماذا؟ يأتي المستدرك ليس على شرطهما لأن بل على شرط البخاري وحده لأن مسلم لم يخرج لفلان. فلما نقول على شرطهما إيش معنى على شرطهما؟ ما سمعتم أن رجالهما ماذا؟ رجال الصحيح، رجال الصحيح. مع أن ما إيش يعني من باب السنة من حب نستطرد يعني ونتوسح كثيرا مع مراعاة ماذا؟ الكيفية التي أخرج صاحب الصحيح لهذا الراوي كيفية، لأن مثلا هذا الراوي مثلا قد يكون من رجال البخاري لكن هو في بعض مشائخه ضعف، ضعف في بعض المشائخ، البخاري ما خرج له عن هذا الشيء. واضح؟ الحاكم يأتي أحيانا ويذكر هذا الراوي الذي روى عن شيخ ضعف فيه ويقول على شرطهما على اعتبار أن هذا أخرج له البخاري وهذا أخرج له البخاري، صواب هذا أخرج له البخاري وهذا أخرج له البخاري، لكن البخاري لم يخرج لهذا من حديث هذا. يعني مثال ذلك مثلا فيما أذكر عن الدراوردي، الدراوردي يقول الحديث عن عبيد الله ابن عمر العمري منكر حديثه، الدراوردي من رجال البخاري ومسلم، وعبيد الله أيضا كذلك، وعبيد الله بن عمر العمري من رجال البخاري ومسلم، لكن ستجد أن الدراوردي أخرج له البخاري عن غير عبيد الله، عن غير عبيد الله بن عمر، وأخرج لعبيد الله بن عمر من تلاميذ من غير طريق ماذا؟ الدراوردي. فلما يأتي راوي ويقول فلان عن فلان، فلان عن فلان، ثم يقول على شرطهما، نقول صواب، صواب هم على شرطهما، لكن لابد أن نراعي أن هذه الآن النقطة هذه هذا عن هذا لم يخرج لهم البخاري، لم يخرج لهم مسلم من طريق هذا. وأحيانا يقع إيش؟ تلفيق، تلفيق يعني دمج. مثلا عندنا البخاري أخرج العكرمة مولى ابن عباس أخرج لهم، مسلم أخرج لسماك ابن حرب، واضح البخاري لم يخرج لسماك، مسلم لم يخرج لعكرمة. يأتي في مسند الحاكم ويذكرون حديث، يذكر حديث بإسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس ويقول على شرطهما، صواب ولا غير صواب؟ ليس بصواب، ليس بصواب تماما، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، حديث تأتي تجد فيه سماك عن عكرمة فيه اضطراب إلا ما رواه المتقدمون من تلاميذ سماك كشعبة والثوري وغيرهما من نصوا عليهما. فنلاحظ الآن لما نقول ماذا؟ إيش معنى الآن على شرطهما؟ أن يكون رجالهما رجال الصحيح مع مراعاة الكيفية التي أخرج بها صاحبي أخرج بها صاحبها الصحيح أو أحدهما عن هذا الراوي. واضح؟ فما كان على شرطهما مثل ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط إيش؟
مسلم ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. رجال هذا الحديث لا من رجال البخاري ولا من رجال ماذا؟ مسلم، لكنهم ثقات أثبات، فنقول هذا ماذا؟ ليس على شرط واحد منهما. أو في الإسناد راوي لم يخرج له فنقول هذا ليس على شرطهما. واضح؟ طيب تفضل. قال ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي أولهما أصحهما لا عند كل الأمة. طبعا لفظة عند هذه أضافها المحقق، أضافها المحقق من أجل استقامة الكلام. ركزوا الآن لأن الكلام يحتاج يعني شوية انتباه. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما الذي أولهما أصحهما. من أولهما؟ البخاري. البخاري أصح من مسلم. هل عند الأمة كلها، عند العلماء جميعا؟ لا، قال لا عند كل الأمة، يعني البخاري أصح من مسلم، ليس عند كل ماذا، لكن الجمهور ها على أن البخاري أصح من ماذا؟ من مسلم. البخاري أصح من مسلم. لما قال لا عند كل الأمة، إيش نفهم منه؟ أن هناك من فضل مسلم على، وهذا قول المغاربة مع أبي علي النيسابوري. المغاربة كابن حزم وغيره مع أبي علي النيسابوري فضلوا مسلم على البخاري، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا. لو نفع، لو نفع، لكن ها ما نفع. هذا صار سوقول الجمهور أن البخاري أصح. لماذا البخاري أصح؟ لأن البخاري كما تعلمون أشد اتصالا، أحاديث أشد اتصالا، وأوثق ماذا؟ رجالا. حديث البخاري أشد اتصال وأوثق رجال. نعم، فمن هنا قال الجمهور إن حديث أو إن صحيح البخاري أصح من صحيح ماذا؟ مسلم. وفي المسألة قول ثالث هو التوقف، مثل المسألة قول ثالث أننا نتوقف فلا نصح أحدهما على الآخر. نعم. قال لا عند كل الأمة، وإن تضمن اتفاقها، وإن تضمن اتفاقها، وإن تضمن اتفاقها، اتفاق من؟ اتفاق الأمة. الضمير اتفاقها يعود على الأمة، لتلقيها لهما، تلقيها لهما بإيش؟ بالقبول. ولهذا يقولون الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول، إلا أحاديث يسيرة انتقدها ماذا؟ الحفاظ. واضح؟ ولهذا قال لا عند كل الأمة وإن تضمن اتفاقها، يعني أن البخاري أصح من مسلم، لكن كلا هذين الكتابين تلقتهم الأمة ماذا؟ بالقبول، سوى أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وأمثل هؤلاء. لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول. نعم، بل ما مما أجيب عنه، إلا ما علل، إلا ما علل مما أجيب. طبعا الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، انتقدها الدارقطني على مسلم، العلماء جاءوا دافعوا عن البخاري، ووجد أن أكثر الأحاديث الصواب فيها مع البخاري صحيح. نعم، وممن يعني أجاب عن أحاديث البخاري الحافظ في مقدمة الفتح، وأيضا مسلم النووي يعني دافع دفاعا يعني كثيرا عن الانتقادات التي انتقدها البخاري على ماذا؟ انتقدها الدارقطني على مسلم. طبعا كتاب الإلزامات والتتبع لدارقطني بتحقيق الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا، كتاب نافع جدا وتقرأ وتستفيد. وهكذا أيضا بين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ ربيع حفظه الله، كتاب طيب جدا ونافع ومفيد، يذكر الحديث عند مسلم انتقاد الدارقطني ثم يرجح في نهاية المطاف. بين الإمامين مسلم والدارقطني. ها؟ ليه؟ حصلوا هذه الأشياء في البخاري في يعني في كثير لا تتبع الدارقطني.
التتبع هو التتبع سمى كتابه التتبع. التتبع يعني تتبع الحديث التي رأى أن البخاري ومسلم أخطأ فيها فصححها، وهذا هذا الكتاب سمى التتبع. طبعا ابن الشهيد أيضا له كتاب علل الأحاديث الذي في صحيح مسلم، والعلماء أجابوا أحاديث يسيرة وكثير منها الصواب مع البخاري وربما مع مسلم وأحيانا يكون مع الدارقطني وهكذا. قال مما أجيب عنه بالقبول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري. نحن ما نحتاج إلى هذه المسألة، وكما يقول بعض العلماء أن هذه المسألة أدخلها أهل الكلام في علم المصطلح، وهي يعني مسألة ماذا؟ هل هذه الأحاديث هل تفيد القطع أم تفيد الظن؟ يقول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي، يعني الآن أحاديث الصحيح أحاديث البخاري ومسلم هل نقطع بصحتها أم أن تقول ماذا تفيد الظن؟ تفيد الظن. طبعا الجماهير على أنها قطعية، أن صحتها قطعية، هذا قول الجمهور الجماهير. وهناك رسالة لبعضهم في هذا يعني ذكر أن أكثر أهل العلم على هذا القول أن أحاديث الصحيحين دلالة قطعية، لأن الأمة تلقتها ماذا؟ بالقبول، وما قال بأنها تفيد الظن إلا النووي وابن برهان. النووي وابن برهان، والنووي ينسب قطعية الدلالة، النووي ينسب هذا القول إلى المحققين، يعني يقول أن المحققين يقولون بأنها ماذا؟ ظنية. لكن من هم المحققون عند النووي؟ مثل أبي المعالي الجويني، مثل الباقلاني، من أهل الكلام، من أهل الكلام أينهم متأثر بهم رحمة الله عليه. فالصواب الصواب في هذه المسألة من الأصل أننا نقول نحن ما نلتفت قطعي ظني، نقول نحن عندنا الحديث صح نعمل به، الحديث صح نعمل به، سواء كان إيش يعني الحديث في الأحكام في العبادات في العقائد، صح الحديث عملنا به مباشرة، هذا الذي المسلم يعود نفسه عليه ويبني أمره عليه، ما يلتفت لي قطعية الدلالة ظنية الدلالة. هذه الأمور الآن جاء الآن لما نقول بقول النووي يعني عفى الله عنه لما يقول أحاديث صحيح ظنية، يعني يأتي الآن هؤلاء ويقولون الأحاديث أحاديث هذه التي تفيد الظن لا تقبل في العقائد، ما تقبل في العقائد، ها وضعوا عليها بلبلة وضعوا كذا، ولذا يأتي تقول مثلا ينزل ربنا كل إلى سماء الدنيا، أو تقول مثلا إن الله يضحك إلى رجلين يفتح الآخر، يقول هذا الحديث حديث ماذا ظني ظني الدلالة، هذا أحاديث الظن لأحد تفيد الظن، والظن ماذا لا يعمل به في العقائد، إلى غير ذلك من الكلام الفاسد في هذا الباب. هنا طبعا انظر ايش يقول، يقول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري. ركز معي الآن، الآن استقبلنا ايش يذهب إلى أن أحاديث الصحيحين قطعية، طيب الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين ظنية، ما يقول هذا في الكلام، يركز في الكلام اللي يقول، يقول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي، إيش اللي استثني؟ لا بل ما فيهما إلا ما استثني، إيش اللي استثني من الصحيحين؟ الحديث المنتقدة، الحديث المنتقدة، فهو يقول أن بل ما فيهما إلا ما استثني، يعني إلا الأحاديث المنتقدة قطعية، قطعية، خلاص انتهينا من هذا، طيب بعد هذا قال دون مطلق الصحيح ماذا؟ فنظري. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم وابن رجب وغير من العلم يقولون الخبر الواحد، خبر الواحد إذا احتفت به قرائن يفيد القطع، يفيد القطع، ومن القرائن أن يكون الحديث الصحيحي، هذا الحديث إذا احتفت به قرائن أفاد القطع، مثل إيش القرائن هذه؟ قالوا أن يكون الحديث الصحيحي، هذا من القرائن. من القرائن أيضا قالوا أن يكون إسناد هذا الحديث أئمة، مثل إيش حديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
هذا الأسنادي أن إسناده كله ماذا؟ في غاية الجلالة. هذا قالوا يفيد إيش؟ القطع. وأيضا من القرائن قالوا أن يروى الأحاديث أن يروى الحديث من طرق كثيرة جدا، من طرق كثيرة متكاثرة، فقالوا في هذه الحالة يفيد إيش؟ القطع والجسم. هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكره ابن القيم وذكره ابن رجب وذكره غيرهم من أهل العلم. لكن كما قلنا يعني هذه المسألة أن تعود نفسك صح الحديث اعمل به ولا تلتفت قطعية الدلالة ظنية الدلالة، لا ما نحتاج إلى هذا الكلام. نعم. قال ثم إنه على مراتب أعلاها ما اتفق على تواتره، وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ثم المشهور. يعني قال ثم إنه يعني الصحيح على مراتب، على مراتب أعلاها ما اتفق على تواتره، ما اتفق على تواتره. طبعا المتواتر أرفع درجة من ماذا؟ من الأحد، الأحاديث إما متواتر وإما أحد، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المتواتر ما رواه الجمع يحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ الكذب. الأحد ما كان دون ذلك، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله في محله، والكلام على المشهور والكلام على المستفيض وعلى باقي الأنواع. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. أخذ علينا الوقت، أنا توقعت أن كنا نأخذ الحسن لغيره ونذكر بعد هذا الأمثلة والله كما قلنا يعني الأخوة يقولون نقرأ في كتاب فصح مسلم من الكتب الفقه، بعض الأخوة في كتاب فصح مسلم.